بمطار نواكشوط الدولي أم التونس تقام مراسم الوداع للوحدة الرابعة عشر من الدرك الوطني المتوجهة إلى جمهورية وسط إفريقيا. بدأت المراسم بتفقد التشكيلات الأربعة المكونة للوحدة من قبل قائد أركان الدرك الوطني الفريق عبد الله الأحمد عيشة رفقة كبار القادة بقيادة أركان الدرك الوطني. في حديث مباشر إلى أفراد الوحدة كانت التوصيات بينة وجلية، فلا مساومة في إنفاذ المهمة وعلى الوجه الأكمل، فأنتم سفراء الوطن والوطن فوق كل اعتبار. هكذا أوصى قائد أركان الدرك الوطني أفراد السرايا الأربع وهم يحملون أمتعتهم في مهمة أممية لحفظ السلام في جمهورية وسط إفريقيا. وتضم الوحدة الجديدة أربع سرايا وفريقا طبيا وآخر تقني وفريقا للوجستيك مجهز بجميع اللوازم الضرورية. كما تضم الوحدة 140 دركيا أسندت إليهم مهمة حفظ السلام في مدينة بانغي بجمهورية وسط إفريقيا ولمدة عام.